ومما يؤمر به في الهدية كذلك أن يثيب عليها المهدى. إذا أهدي شخص شيئا فينبغي له أن يثيب على تلك الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، بل إن الهدية إن كان المقصود منها من الأساس مقصود المهدي هو الإثابة عليها، يعني أحيانا يكون مقصود المهدي هو أن يحصل على شيء من ذلك المهدى، فهنا لا يصح للمهدى أن يأخذ تلك الهدية إلا مع العزم على الإثابة وبعد ذلك يثيب. وهنا ننبه تنبيهات، أحيانا يذهب شخص لخطبة امرأة ويريد أن أن تقبل به زوجا، فحتى يتألف قلبها فإنه سيذهب معه حامل الهدايا لها ولأبيها ولأمها. فإذا كان هؤلاء لا يعزمون على قبوله زوجا فلا يصح لهم أن يقبلوا الهدية، قد لا يردوها مباشرة يعني احتراما لماء وجهه، لكنهم عندما يخبروه بعد ذلك بأنهم لا يقبلون به زوجا فإنهم يجب عليهم أن يردوا له ما أهداه إليهم، لأنه لم يهده إليهم طيبا عن نفسه وإنما رغبة منه في أن يوافقوه على خطبته، فحين لم يوافقوه وجب عليهم أن يردوا حتى لو كانوا في البداية عازمين على قبوله، ربما في بداية الأمر كانوا يرغبون في قبوله فأخذوا الهدية على هذا الأمر، إلا أنهم لم يتمموا له الأمر عدلوا عن ذلك ورأوا أن الأسلم والأفضل أن لا يزوجوه، فهنا في هذه الحالة حين يردوه يجب عليهم أن يردوا له ماذا؟ الهدية التي أهداها إليهم.